السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد، أيها المسلمون، مع الأسف الشديد أتحدث أمامكم على موضوع مؤلم، وهي احتراق مسجد المسلم بالمسلم في دولة بنغلاديش. أيها المسلمون، قد هدم وحرق المسجد الجامع في بنغلاديش من قبل فرقة ضالة تسمى تشارموناي، وهم يسمون جمعية تحريك إسلام بنغلاديش، وهي فرقة ضالة أسست على عقيدة ومنهج جهمية وصوفية. هم من أهل التعطيل الذين ينكرون صفات الله عز وجل. مثلا هم يقولون إن يد الله قدرته أو نعمته، كما هو قول أهل القدر والاعتزال. وكذلك هم يعتقدون أن الله سبحانه وتعالى في كل مكان بذاته، وأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يمت بل هو حي كحياة الدنيا، يرى أحوال الناس ويساعدهم، ويحضر في حفلة ميلاد النبي صلى الله عليه وسلم. وهم يذكرون الله بلفظ الجلالة، الله الله، بصوت مرتفع، ويتحركون كالمجنون. هم يقولون اذكر الله بكيفية حتى يقول الناس مجنونا، والعياذ بالله. وسبب احتراق المسجد، في هذا المسجد يصلي الناس كما صلى النبي صلى الله عليه وسلم، معتمدا على قوله صلى الله عليه وسلم: صلوا كما رأيتموني أصلي. هم يجهرون بالتأمين بعد الفاتحة، ويرفعون أيديهم عند الركوع والرفع منه، ويقبضون أيديهم على صدورهم، ويصلون صلاة الليل في رمضان 11 ركعة، وغير ذلك من الأعمال التي تخالف المذهب الحنفي. أيها المسلمون، الذين هدموا وحرقوا المسجد هم ليسوا يهوديا ولا نصرانيا، بل هم مسلمون الذين يعتقدون هم أهل الحق. كيف يمكن أهل الحق يهدم المسجد؟ أهل الحق يحرق المسجد؟ أهل الحق لا يعرفون قول الله عز وجل: ومن أظلم ممن منع مساجد الله أن يذكر فيها اسمه وسعى في خرابها، أولئك ما كان لهم أن يدخلوها إلا خائفين، لهم في الدنيا خزي ولهم في الآخرة عذاب عظيم. فبالحقيقة هم ليسوا من أهل الحق، بل إنهم من أهل الضلال، يخادعون الناس، يدعون الناس إلى الضلالة. فاحذروا أيها المسلمون، واجتنبوا من أخذ الدين منهم. نسأل الله أن يهديهم ويفهمهم الدين حقيقة. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم، ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم. أقول قولي هذا، واستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين، فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم.